السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا لسب اسمه اوتو بي دي اف، بيقوم بحاجة بسيطة جدا، ان انا لو دوست امر سيف وانا شغال المشروع يطبع الملف دوت بي دي اف. تمام، فانا احتاج ان انا احمله تول لود ابليكيشن، احمله هنا او الاصح لو انا استخدمه كتير احطه في الستارت اب كونتنت، ادور على اللسب دوت واضيفه. تمام، انا اقوم بتحميله بطريقة بسيطة جدا، ان انا اسحبه واحطه. تمام، واقوله سيف، بينفذ امر سيف زائد امر ان هو يحول الملف ده لبي دي اف زي ما نشوف دلوقتي. ده لو انا محتاج ان انا اعمل بي دي اف على طول وكتير، فممكن ايه استخدم الامر دوت. ممكن تصرح شايف ان هو محدش يستخدمه غير مثلا واحد سكرتير كل مهمته انه يحول بي دي اف او كده. تمام، هو حوله في نفس جنبيه على طول، ما بيسألنيش عايز تحمله فين. تمام، اهو الملف اهوت بيتحمل، هو بس هو بطيء. عمرو سليم.